شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم، السادة معالي الوزراء، زميلاتي زملاء النواب، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله. إن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها بلادنا والإجراءات الأخيرة التي اتخذت من آلية التمويل غير التقليدي وسيلة حتمية لمجابهة الأزمة تجبرنا على الإسراع في إحداث إصلاحات هيكلية اقتصادية من خلال تجنيد مختلف الوسائل وبعث استثمارات منتجة لخلق ثروة بديلة عن عائدات المحروقات. ولأن مشروع قانون المالية لسنة 2018 قد وفر الوسائل الضرورية لتنفيذ محتوى برنامج الحكومة، فإننا ننتظر في القريب العاجل من الحكومة الموقرة اتخاذ إجراءات ميدانية وفعالة تترجم هذا الأخير إلى نتائج ملموسة بهدف الاستجابة إلى التطلعات الاجتماعية للمواطنين وتحقيق قفزة نوعية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة. سيدي الرئيس، معالي الوزير، نثمن مسعى الحكومة في رفع التجميد عن مشاريع القطاعات الحساسة وإيلائها أهمية قصوى للتنمية المحلية من خلال التخصيصات المالية المهمة لبرامج التنمية، كما نحيي جهودها للبحث عن موارد جديدة عن طريق تفعيل تحيين وتكييف بعض المواد المتعلقة بالجباية دون اللجوء إلى خلق رسوم جديدة تضر المواطن البسيط. كما أن الطابع الاجتماعي للدولة ظهر جليا في تفاصيل القانون كالإبقاء على سياسة الدعم لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، إلا أننا نؤكد على توجيه هذا الدعم لمستحقيه وذلك عن طريق الإسراع في إرساء آلية جديدة تسمح بتقديم المساعدة مباشرة للفئات المحرومة. سيدي الرئيس، أتقدم بمناقشة بعض النقاط وردت في مشروع القانون مع اقتراح تعديلات أخرى. بالنسبة للرسم عن النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة، المادة 61، نقترح أن يخصص جزء من حاصل هذا الرسم لفائدة البلديات كونها صاحبة تراخيص للمنشآت المصنفة وهي من تتحمل تبعات كل المظاهر التلوث في حدود إقليمها. بالنسبة للمادة 109 والمعدلة للمادة 94 من القانون 08/15 المحدد للقواعد المطابقة للبنايات وإتمام إنجازها، هنا نثمن ما جاء في التعديل، إلا أن السؤال المطروح هو ما مصير الآلاف من البنايات التي أنجزت بعد سنة 2008، خاصة منها ما يتجاوب مع شروط البناء. وعليه نقترح تعديل المادة الأولى من القانون بفتح المجال أمام السكنات المنجزة بعد 2008 نظرا للموارد المالية التي ستنجم من الرسوم المفروضة على عمليات المطابقة ورخص البناء والتسوية للوعاء العقاري من جهة، وتحسين شروط المعيشة للمواطنين عن طريق تمكينه من الربط بالكهرباء والغاز والتهيئة من جهة أخرى. بالنسبة للسياحة، تعديل شمل المادة 110 المعدلة للمادة 17 من القانون 0303. الإجراء جيد، إلا أننا نرى أنه يمكن أن تتبعه إجراءات أخرى كتعديل المادة 20 التي تدرج الأراضي الخاصة ضمن تشكيلة العقار السياحي وعدم برمجتها ضمن مخططات التهيئة، وذلك لعجز الوكالة الوطنية لتطوير السياحة حتى في وقت البحبوحة المالية عن تعويض الخواص المنتزعة منهم أراضيهم. اقتراح مراجعة بعض مواد القانون 0302 المحدد لكيفية الاستعمال واستغلال السياحيين للشواطئ لما لها في حالة التسيير الأمثل أن تكون مصدر هام لتحقيق موارد مالية معتبرة للجماعات المحلية. وعليه نقترح تعديل شروط وكيفيات استغلال الشواطئ نظرا لتعقيداتها وتعويضها بإجراءات بسيطة أكثر فعالية. سيدي الرئيس، معالي وزير المالية، أعود إلى ولاية جيجل. هذه الولاية التي تنتظر التفاتة أكبر من كل الطاقم الحكومي لتحقيق تطلعات مواطنيها في كل القطاعات، إلا أن إنجاز منفذ الطريق سيار جنجن العلمة هو المطلب الرئيسي لمواطني الولاية لأهميته القصوى. مشروع استراتيجي سيخلق ديناميكية اقتصادية تضمن نقل السلع والبضائع من وإلى ميناء جنجل العالمي، خلق فضائح اقتصادية هامة، كما سيساهم في فك العزلة عن العديد من المناطق وسيولة أكبر في حركة السير، دون أن ننسى السماح بالوضع في الخدمة لعدة مشاريع هامة تم استلامها ولم تستغل بعد. سيدي، إن هذا المشروع الذي عرف تأخرا كبيرا ينتظر منكم إعطائه الأولوية في المعالجة ومنه بعث الروح في ورشاته المهددة بالتوقف نظرا للتأخر في تسديد المستحقات المالية للمؤسسات المشرفة على الإنجاز. هذه الوضعية إن جرى عنها تسريح لأكثر من 1000 عامل وجد نفسه بين ليلة وضحاها أمام شبح البطالة. لذلك أجدد التماسي لإنقاذ هذا المشروع ليعود بالخير على أهل ولاية جيجل والجزائر عامة. أخيرا أشكر كل أعضاء لجنة المالية على المجهودات التي قاموا بها وكل الوزراء والخبراء الذين شاركوا في إعداد هذا المشروع المهم. شكرا على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيدة إيمان عرضة. كلمة عندي سيدة وافية بركة.